وللمزيد حول تطورات الأوضاع في غزة على إثر اغتيال الاحتلال رئيس المكتب السياسي بحركة حماس إسماعيل هنية، انضم إلينا عبر سكايب من جنين رئيس مركز جنين للإعلام الأستاذ عدنان الصباح. أستاذ عدنان، مرحبا بك. في اليوم يعني 300 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، تستمر قوات الاحتلال باستهداف المدنيين مع انتظار رد المقاومة على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. يعني عملية الاغتيال هذه، هل استطاعت أن تغطي على حالة الفشل الميداني للاحتلال، أما ما هي دلالاتها؟ بالعكس، هي أكدت حالة الفشل وعظمت حالة الفشل. ويعني أريد أن أكرر، أعتقد باتت يعني معروفة أن الشهداء يصنعون المعجزات عند الشهادة وليس قبلها، لأنهم يمنحون من يبقون بعدهم شجاعتهم، قوتهم، إيمانهم، صدقهم، ثباتهم. وأعتقد أن الذين يخلفون الشهداء لا يجرؤون على التنازل والتخاذل، لأن الذي يقف بعد قائد شجاع مثل إسماعيل هنية كأولئك الذين وقفوا بعد قائد شجاع مثل عز الدين القسام، الشيخ عز الدين القسام الذي استشهد في الثلاثينات قبل 90 عاما تقريبا. اليوم يعود الشيخ عز الدين القسام بأبطال كتائب عز الدين القسام، الشيخ أحمد ياسين الذي استشهد من قبل جيش الاحتلال المجرم يعود بقذيفة ياسين 150، الشهيد البطل الشجاع المهندس يحيى عياش مخلد بصاروخ، الذين حاولوا أن يقصوا المقاومة، حاولوا أن يجزوا المقاومة، منحوها قوة. كلما جززت العشب أنت تمنح العشب قوة أقوى، وهؤلاء عشب الأرض، هؤلاء الأبطال العظام الذين نعتز بتاريخهم وبهم، والأسماء تطول، القائمة تطول، ويعني قائمة الشهداء تحديدا في حركة حماس تطول وتطول. يعني الشيخ أحمد ياسين، عبد العزيز الرديسي، أبو شنب، صلاح شحادي، يحيى عياش، والقائمة تطول تطول وصيام وتطول جدا. وما أنت تعتقد أستاذ صباح أن لعملية الاغتيال هذه أو هناك ربط بينها وبين زيارة نتنياهو لواشنطن؟ نتنياهو زار واشنطن، البعض يرى بأنه تم إعطاؤه الضوء الأخضر بعد أن قاربت يعني حياته السياسية على الانتهاء. لا، أنا أعتقد أن حياته الشخصية قاربت على الانتهاء، ولا أعتقد أن الزيارة لها علاقة باختيار القائد الشجاع الشهيد إسماعيل هنية. العكس من ذلك، الفشل، الاحتلال فشل في المواجهة الحقيقية على أرض قطاع غزة، فشل ولم يفعل سوى المقتلة، المذبحة، المجزرة التي يرتكبها ولا زال يوميا. وهذه المجزرة والمذبحة والمقتلة لا تمنح له إنجازات ولا تحقق له نصرا، لأن الفشل الذي حصل عليه في 7 أكتوبر لا زال يتواصل بعد 10 شهور. لذلك هو هرب للعبة يتقنها الحقيقة، يعني لعبة الاغتيال. في ليلة واحدة حاول أن يغتال في الضاحية الجنوبية في بيروت وفي طهران وحتى في العراق، يعني قام بعملية اغتيال. هذه المحاولة ليقدم نفسه، وأنا أقول الذين يعتقدون أن هذا مصدر قوة وهذا شكل قوة وهذا نجاحات، هذا فشل، هذا محاولة للهروب بصورة البطل، محاولة للخروج من الفشل بصورة البطل. أنجزنا، قصفنا في الضاحية، قصفنا طهران، قصفنا بغداد، وقصفنا اليمن، وها نحن ننجز. إذا نحن قادرين على الخروج الآن، نحن حققنا ما نريد، نحن هذا الرأس، الشهيد الشجاع القائد إسماعيل هنية هو الرجل رقم واحد في حركة حماس، وحماس رقم واحد في المقاومة الآن، وهي التي تقود المقاومة. وبالتالي اغتيال قائد بهذا الحجم، بهذه المكانة، بهذه القيمة، أنا لا شك أنه يمنح الاحتلال ذاتيا داخليا، وذلك هي رسائل للداخل وليست رسائل لنا. هو يعلم وجرد، وكما ذكرت لحضرتك، هو يعلم جيد، حتى كتابه ومراقبيه ومعلقيه قالوا له
أستاذ عدنان، لم تفعل شيئا. أستاذ عدنان، يعني على ما يبدو أن عملية الاغتيال هذه أيضا هي مدعاة لتوسيع نطاق الحرب وإطالة أمد الحرب، ولكن هل من مصلحة الكيان الصهيوني إطالة أمد الحرب في ضوء هذه الخسائر على المستوى البشري على المستوى الاقتصادي؟ لا، أنا أعتقد أن الحرب لن تطول، ستطول ولكن ستطول بشكل مختلف، والحرب لن تتوسع. أنا مصر أنها لن تتوسع، لأن لا أحد له مصلحة في ذلك، وفي المقدمة سيدة المقتلة، سيدة الجريمة الولايات المتحدة، لا هي لا تريد، لأن إذا ذهب بها بنيامين نتنياهو، الذين يتحدثون أنه يحاول توريط الولايات، هي يصنعون من بنيامين نتنياهو دير كشر، يعني يجعلون من بنيامين نتنياهو أسطورة. بنيامين نتنياهو كذاب، فاسد، نصف سيء، وهو يعني مطواع للولايات المتحدة التي تمنحه صورة القوي، ولا يستطيع أن يقول لا لبايدن، ولا يستطيع أن يقول لا لترامب، ولن يستطيع أن يقول لا لهاريس، لا يستطيع أن يقول لا لبيت الشيطان بالمطلق أيا كان من يسكنه هناك. ولذلك لا علاقة للولايات المتحدة ولا مصلحة للولايات المتحدة بالذهاب إلى حرب، لأن الذهاب إلى حرب في منطقة الشرق الأوسط ستفتح على وستضطرها للمشاركة، لأنه لا يستطيع أن يقاتل في الجبهة الشمالية ويقاتل على جبهة اليمن وجبهة غزة وجبهة الضفة وجبهة الداخل، عنده أزمات داخلية، وجبهة العراق والجبهة العالمية، الرأي العام العالمي، ولا يستطيع أن يغامر بحرب مفتوحة. وإذا ما فعل ذلك ستجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة لأن تكون مشاركة في هذه الحرب، وإذا ما شاركت في هذه الحرب هناك كثير من الدول في العالم، الدول الوازنة في العالم، التي تنتظر فرصة يعني توريط الولايات المتحدة في أزمة أو في حرب طويلة وفي حرب مفتوحة، لأن هذا سيفتح شهية عديد الدول على مصالح وقضايا بشأنها. ما الذي إذا انشغلت الولايات المتحدة في حرب طويلة في الشرق الأوسط، ما الذي سيمنع الصين من أن تلتفت إلى تايوان وإلى بحر الصين الجنوبي؟ ما الذي سيمنع كوريا الشمالية من أن تتذكر كوريا الجنوبية واليابان؟ ما الذي سيمنع روسيا من أن تستعيد أمجاد الاتحاد السوفيتي؟ ما الذي سيمنع الصراع بين تركيا واليونان من أن ينفتح وهم عضوان في النادو؟ ما الذي سيمنع الصراعات في إفريقيا وأمريكا اللاتينية من أن تشتعل من جديد؟ يعني هذا اشتعال العالم، انشغال الولايات المتحدة بحرب مباشرة. الولايات المتحدة قادرة أن تدير حروب، أن تورط آخرين بحروب، كما تفعل مع أوكرانيا ضد روسيا، كما تجعل من تايوان ضد الصين، كما تحرض الفلبين ضد الصين، كما تصنع هنا وهناك، كما حرضت العالم ضد العراق. طيب. نعم، ولكنها غير قادرة هي أن تكون لوحدها في معركة. نعم. طيب أستاذ عدنان، يعني وزير دفاع الاحتلال جالانت أكد نجاح قواته في اغتيال قائد أركان المقاومة الفلسطينية محمد الضيف، ولكن جاء هذا الإعلان يعني بعد 15 يوما، لماذا هذه المدة الطويلة 15 يوما حتى يعلنوا؟ يعني أولا الاحتلال منذ نعم أكثر من أسبوعين قال أنه قام بعملية خاصة وتمكن، ولكنه قال أكثر من مرة أنه لم يتأكد من حدوث ذلك، وحتى الآن حركة حماس لم تصدر أي بيان رسمي يشير إلى أن هذا الحادث حدث وقع بالفعل، وأن القائد محمد الضيف قد استشهد، لا أحد يستطيع التأكيد. الاحتلال أكد ذلك، قد يكون، أنا يعني لا أعتقد أن هذا مستحيل. طيب، يعني في ظل هذه الاغتيالات يعني الحقيقية، سواء التي حصلت فعلا أو التي ربما لم تحصل أو المتوهمة، أين مكان المفاوضات أو محل المفاوضات من الإعراب؟ هل بقي لها محل؟ بكل الأحوال نعم، لنكن واقعيين ولنكن منطقيين ولنكن، لأننا نحن أمام مقاومة عاقلة، مقاومة مسؤولة، مقاومة راشدة، وهي لا تذهب إلى حرب عبثية بلا معنى وإلى الأبد، ونحن بحاجة لنكون واقعيين. حين تذهب المقاومة إلى المحادثات وإلى المفاوضات وإلى التواصل وتستقبل الوسطاء لأنها تدرك، ونحن والمقاومة لا تخجل حين تقول نحن بحاجة نريد أن نوقف هذه المقتلة، ولكن رحمه الله الشهيد القائد
الشجاع اسماعيل هنيه حدد شروطا ضوابط لهذه المفاوضات. حتى الان هذه المقاومه كل ما فعلوه هم الان الاحتلال كل ما فعلوه انه جعل من الضوابط والثوابت والشروط الخمسه التي وضعها الشهيد اسماعيل هنيه هي القاعده التي سينطلق منها كل من يفاوض بعد ذلك. لا احد يستطيع ان يتراجع عن كلمه الشهيد. لا احد في الشعب الفلسطيني. وبالتالي نحن بحاجه الى وقف المقتله، نعم نحن بحاجه الى وقف المقتله. نحن نفاوض في سبيل وقف المقتله وصون دماء شعبنا وابناء شعبنا، نعم نحن بحاجه الى ذلك. هل سنعود الى المفاوضات؟ بالتاكيد سنعود الى المفاوضات، لان الشهيد نفسه كان يفاوض. والشهيد نفسه ذهب، والشهيد نفسه اول من اعلن موافقه على 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 صفقه وتراجع عنها الاحتلال وتراجعت عنها الولايات المتحده كان الشهيد القائد اسماعيل هنيه. ووضع الاحتلال ووضع الولايات المتحده كما تذكر في ورطه حقيقيه حين فضحهم، هذه هي الصفقه وانا موافق. وبالتالي بداوا غير قادرين على ان يتصرفوا بعقلانيه، بداوا يتهموا قطر ويتهموا مصر وحتى يتهموا مصر بالتلاعب بالنصوص، ويعني كما تذكر الحاله تلك التي صنعها في معركه سياسيه يعني. شكرا من المعارك شكرا التي قادها. شكرا رحمه الله. ضيف بانوراما رافدين عبر سكايب من جنين، رئيس مركز جنين للإعلام الأستاذ عدنان الصباح.